توقعات برج الميزان ليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023. النهاردة هتبتدي تواجه شوية تحديات لو كنت بتتعامل مع كتير من الأعمال اليوم ده. هيبقى في احتمال انك تبقى في شوية وثائق مهمة هتختنق من خلالها. هتبتدي تنزلق النهاردة لثقب أسود مش واضح تفاصيله. هتبتدي تقلب كل حاجة رأس على عقب. هتفكر في انك تتواصل مع كل الاشخاص اللي حواليك اللي كان عندهم اوراق بنحتاجها. هتوفر عليك اسئلة كتير فيها وقت وفيها جهد. ممكن تلاقي مستندات فيها مراوغة بشوية مساعدة النهاردة هتعرف تحلها. الوقت النهاردة مناسب جدا لو حبيت تركز على التدابير الصحية والوقائية. هتعتبر كل الفحوصات المنتظمة واتباعك لنظام غذائي متوازن قبل النوم كافي جدا وامر اساسي. صحيا العاطفية هتبتدي تبقى في دايرة ضوءك فكرة بتخص الانشطة اللي هتبتدي تعزز النهاردة ارتباطاتك الشخصية والمهنية في اليوم ده. هتبتدي تلعب المرأة في حياتك دور كبير جدا في السلطة وفي النفوذ اللي من خلالها هيبقى دورها مهم. لازم تبقى بتحترمها وبتستمع ليها وتهتم بيها وهتبقى نصيحتها وأفكارها قيمة جدا وجديرة بالثقة. هيؤدي الاهتمام اللي انت بتوجهه ليها لنتائج إيجابية جدا في الشغل وفي حياتك. البيئة النهاردة هتبقى مهيئة لو حبيت تعمل محادثة عميقة ليها مغزى مع شريك حياتك، خاصة لو كان حول مشكلة كانت دايما بتحاول تتجنبوها. محتمل انك ترتبط بالمشكلة دي بمعتقدات اساسية كانت مصدر دايما للتوتر اللي بيعتبر مستمر، لكن النهاردة الوقت مناسب لو حبيت تعالج ده بشكل مباشر. هيبقى في اجراء لمناقشات مهمة جدا هتساعدك في انك تحل الصعوبات اللي طال امدها وتعزز من بعد كده العلاقة. مش هتخجل من الفرص اللي قدامك، هتوضح وتحلها.